من بيان القرآن. إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور حسام النعيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. في هذه الحلقة سنحاول أن نجيب عن عدد من أسئلة الإخوة المستمعين وأسئلة بناتنا الفاضلات المستمعات، وبين يدي جملة من الأسئلة. نبدأ بأول سؤال كان جاءنا عن طريق الرسائل القصيرة. يسأل يقول: ما الفرق بين الذنب والسيئة في قوله تعالى: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ الآية الكريمة في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هاتان الآيتان هما الآية 93 بعد 100 والآية 94 بعد 100 من آل عمران. وفي الآية الأولى كلمة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. عندنا إذن كلمة اغفر ارتبطت بكلمة الذنوب، وكلمة كفر ارتبطت بكلمة السيئات. كلمة الذنوب التي هي جمع ذنب، والسيئات هي جمع سيئة. الذنب كأنه يستتبع شيئا، يعني يجر وراءه عاقبة، لأنه الذال والنون والباء فيه معنى الاستطالة، مثل الذنب، الاستطالة والإلحاق، كأن هناك شيء ملحق. ولذلك يقولون الذنب أعظم من السيئة. السيئة يعبرون عنها يقولون ممكن تكون بمعنى الصغائر، والذنوب بمعنى الكبائر، يعني الذنب أو المعصية الكبيرة هي ذنب، والمعصية الصغيرة التي أحيانا يعبر عنها في القرآن الكريم بكلمة اللمم، يعني الأشياء التي تلم تجمع صغيرة صغيرة، لكن يحذر منها لأن هذه الصغائر تجتمع فتثقل ميزان الإنسان بالسيئات عند ذلك، يعني تترجح عليه هذه السيئات ولا يدري الإنسان أي سيئة سترجح ميزان سيئاته، فيكون حذرا دائما. فيقول الذنوب هي كبائر المعاصي، والسيئات هي صغائر المعاصي. استعملت كلمة غفر لأنه نحن عندما نقول هذا فعل أمر اغفر، الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، يعني الأدنى لا يأمر من هو أعلى منه، أنت لا تأمر أباك بشيء وحتى المساوي لك، وإنما تأمر من هو أقل منك. ممكن الأب يأمر ولده، الأستاذ يأمر التلميذ، ولله المثل الأعلى. لما يكون الأمر، يعني فعل الأمر، من الأدنى إلى الأعلى، يقول العلماء الأمر خرج إلى الدعاء، يعني هو يدعوه يسأله يطلب منه على سبيل التفضل،
أن يتفضل عليه بهذا، وهو لا يلزمه بذلك. فإذا هذا الأمر من المتساويين يقولون هو فيه معنى الرجاء، يعني كأنه يرجوه لما يقول له افعل كذا، كأنه يعني على سبيل الرجاء أن يفعل هذا الأمر، لأن أيضا لا يملك أن يفرض عليه شيئا. القرآن الكريم يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ما قال بعد أن ارتكب آدم عليه السلام المعصية وهبط إلى الأرض، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة به وشفقة بهذا المخلوق الجديد لقاه كلمات، يعني أرسل إليه كلمات، أوحى إليه كلمات، علمه كلمات بالطريقة التي كانت والتي لا نعرف كنهها كيف كانت، لكن المهم أن آدم عليه السلام استقبل هذه الكلمات مباشرة عن طريق الوحي بالإلهام إلى آخره. المهم ما كان يعرف كيف يستغفر كيف يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات، ربه سبحانه وتعالى أوصل إليه هذه الكلمات فنطق بها فتاب الله عليه. يعلمه يعني الباري عز وجل يعلمنا كيف نتقرب إليه بالدعاء، وهذه الآية من هذا السبيل أنه يعلمنا كيف ندعو. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هكذا ينبغي أن يقول الإنسان، هكذا ينبغي أن يتفاعل مع هذه الآية، أن آمنوا بربكم، هذا تفسير وتفصيل المراد. فآمنا يعني اتبعنا المنادي، والمقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا، لاحظ هذا التكرار الذي فيه نوع من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، نوع من الارتماع على أعتابه جلت قدرته. ربنا، والنداء بالربوبية، والرب كما قلنا هو السيد، ليس لنا سيد سواك يا رب، ليس لنا مالك سواك، الرب هو المالك والسيد والمنعم والمتفضل، وكل صفات الرحمة والتربية والإحسان كلها في كلمة الرب. فهم ينادون بهذا اللفظ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. سؤال يعني نتعلمه من الآية، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. لما نأتي إلى الفعل غفارة، والفعل كفارة وكفارة بالتشديد، لما يكون بالتشديد معناه أقوى، وفيه معنى التأكيد والتكثير، قلنا أكثر من مرة مثل كسر وكسر، كسر أشد من كسر. نلاحظ أن الفرق بين الفعلين هو في الغين والكاف، الفاء والراء مشترك. الغين يعني نحن لما ننطقها الآن، لما نقول يغفر ويكفر، يكف، لما ننطق الكاف وننطق الغين نجد الغين كما يقول العلماء أنصع، يعني أكثر نصوعا أكثر وضوحا، والغين عندما تلفظ يصاحبها اهتزاز في الوترين الصوتيين، يعني هي حرف مجهور واضح. لذلك يقول العلماء هناك مناسبة بين الصوت والمعنى الذي يؤديه في العربية في الأقل، ما علينا في اللغات الأخرى هذا موجود أو غير موجود، في العربية هذا قائم فيها، أن هناك مناسبة في كثير من ألفاظها بين الصوت والمعنى، ولا سيما حينما يتقارب اللفظان ويختلفان في صوت واحد.
غفر لما نقلبها من جملة تقليباتها صير غرفة. العربية تعتني بالصوت. نلاحظ مثلا لما يقول جلف الرجل الغصن، جلف يعني أزال القشر من على الغصن جلفه، وجارف الأرض يعني التجليف شيء والتجريف شيء آخر، الفارق هو الراء واللام، اللام أقوى، عفوا الراء أقوى من اللام لأن فيه هذا التكرار، فجرف الأرض غير جلف الغصن إزالة قشرة، الأرض يعني تجريف فيها إزالة كبيرة جدا. مثل ذلك الغين والكاف، فإذا الغين قلنا أقوى من الكاف، ولذلك كلمة غفر يعني من تقليباتها غرفة، والغرف يكون لكمية من الماء يعني حمل شيء من الماء، بينما من تقليبات الكاف والرامة كرف الشيء بمعنى أزال، وفرك الفرك شيء ظاهري شيء خارج، وكفر فيها معنى التغطية كأنه هذه السيئة تكون قد غطت قلب الإنسان وتغطية يسيرة هينة، أما الذنب فتغلغل في الداخل وارتبط واتصل بهذا القلب وصار له تبعات، صار له ذيل، صار له ذنب هذا الذنب، لأنه جر إلى ذنوب أخرى، يعني صار نوع من التراكم في كلمة الذنب. والسيئة كما نقول كأنها صارت على سطح القلب غطته، لأن في معنى كفر التغطية، كأن هناك تغطية، فلما يقال كفر عنا، وعن كما يقول علماء للمجاوزة، يعني الشيء إذا كان لاصقا بشيء يقول أزاحه عنه، بخلاف مثلا أخرجه منه، من يعني يكون كأنه في الداخل أو هو فيه وأزاله، فهو نوع من اللصق كأنما الخارجي، فيسهل إزالته، يسهل هذا التكفير الذي، لأنه أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئة يعني تقابلها الحسنة هكذا وتمحوها، يعني الله سبحانه وتعالى يكفر السيئة بإتباعك الحسنة، ففيه معنى هذه التغطية والالتصاق، لأن قال كفر عنا يعني كأنها لاصقة به ويزيلها، أما هناك اغفر لنا يعني كأنه هذا الذنب كأنه لاصق يحتاج إلى أشبه بالغرف كما يغرف الماء، يعني يكون هناك عمق في إزالته، في إزالة هذا الذنب، وفيه إشعار وتذكير بعظم الذنب وبيسر السيئة التي تحتاج إلى التكفير، وهذا يحتاج إلى الغفران. لكن مع ذلك علماؤنا نبهوا إلى شيء، قالوا الاستغفار يعني طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى يكون لكل عمل مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ومهما كان العمل صغيرا إذا صاحبه إصرار يتحول إلى كبير مهما كان صغيرا، ولذلك المسلم إذا بدر منه أو صدر منه شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والمسلم يعلم ما الذي يرضي ربه وما الذي يسخط ربه سبحانه وتعالى من خلال ما يطلع عليه من صغره إلى كبره من هذه المعلومات بشأن هذا الدين، الحلال بين والحرام بين، الأمور واضحة وظاهرة، فينبغي إذا بدر منه شيء أن يبادر فورا بعده، لأن لا يدري متى يموت، وقد يتوقف قلبه وهو يرتكب المعصية أو بعد ارتكاب المعصية مباشرة، فينبغي أن يلجأ سريعا
إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى يعلمنا هنا كيف نقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني هذه الكبيرة أو الكبائر التي صدرت منا سابقا بعد الإيمان، لأن هذا الكلام يعني منقول أو يقوله من دخل في الإيمان حديثا، وأيضا يقوله من هو في داخل الإيمان وخرج منه مؤقتا بالمعصية كبيرة أو صغيرة، ثم يعود إليه فيقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وفي ذكر اغفر لنا وكلمة عنا، يعني كان ممكن في غير القرآن يقول فاغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، لا قال فاغفر لنا، إشارة إلى وفور الرغبة في الغفران وفي تكفير السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندنا ثلاثة أسئلة أو أربعة أسئلة، كان من ابنتنا سمر الأرناؤوط من السعودية. سؤالها الأول تسأل عن آيتين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، الآية في الآية 37 بعد 100، في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الآية ختمت بكلمة سبيل. عندنا اتصال نأخذه ونعود إلى الآية الثانية إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي يا أخي؟ الله يرحمك. أبو عبد العزيز من عجمان. حياك الله يا أبو عبد العزيز، كيف حالك؟ الله يرعاك ويحفظك. دكتور، حبيت أسأل أستفسر على بخصوص القرآن. نعم. إذا صح التعبير، هل هو يراعي نهاية الآيات؟ يعني مثلا لو نلاحظ سورة الكهف تنتهي بحرف الألف كل الآيات، فما العبرة من نهاية هذه الآيات؟ هل لها دلالة كل حرف؟ نعم، بارك الله يحفظك أبو عبد العزيز. هذه العلماء يسمونها الفواصل، يعني فواصل الآي، وأحدثك عنها إن شاء الله تعالى بإذن الله. وفي آية يعني في سور أخرى تنتهي بأكثر من حرف، يعني ثلاثة وأربعة، ما شفت أكثر من ثلاثة وأربعة يعني أحرف تنتهي بها. نعم، يعني هذه أو قاف أو نعم فواصل الآية، هذه فيها كلام حقيقة. البعض يقول يعني هناك مراعاة، جاء هذا الحرف مراعاة للفاصلة. نعم، أجيبك عنها إن شاء الله، تسمع الإجابة. الله يبارك فيك، حياك الله أخي. فإذا الآية الأولى انتهت بكلمة سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذه الآية 37 بعد 100. الآية 68 بعد 100 أيضا في النساء، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فسمر تسأل تقول الآية الأولى قال سبيلا، الآية الثانية قال طريقا، ما الفرق؟ ونحن نؤكد دائما ونقول كل كلمة في القرآن الكريم مختارة لهذا الموضع. يعني هل يمكن أن يقول في الأولى طريقة وفي الثانية سبيلا؟ ومعنى السبيل والطريق متقارب في الحقيقة. لما ننظر في لغة العرب نجد عندنا مثلا الطريق والسبيل والصراط. الصراط أيضا يشير إلى هذا المكان الذي يمشي فيه الناس. لكن طبعا لما تفسر السبيل يقول لك السبيل والطريق، الطريق السبيل، الصراط السبيل، الصراط الطريق، لما تشرح الكلمة لنوع من التسامح والتساهل. بعض العلماء يقول لا، هناك فوارق في الصورة. يعني أنت عندما تقول طريق يرتسم في ذهنك، يعني بوصفك من أهل العربية
الفصحاء الذين كانوا يتكلمون هذه العربية في أسواقهم وفي بيوتهم وفي شعرهم، يعني ما كان عندهم لغتان كما هو عندنا الآن اللي نسميها لهجة الخطاب اليومي أو لغة الخطاب اليومي ولغة الكتابة والأدب، لا، في السوق كانوا يتكلمون يرفعون وينصبون ويجزمون إلى آخره، هذا كلامهم الذي الآن ندرسه في المدارس كانوا يتكلمونه في الأسواق هكذا يتكلمون. فهو يدرك أنه لما يقول طريق تظهر في ذهنه صورة الطرق بالأرجل على مكان كأنه مشوك أو فيه رمل والناس تطرقه بأقدامها بحيث يكون هناك مكان خالي من الشوك أو مكان مستقر في خلال الأرض الرملية. عادة هذا النوع من المكان الذي يسار فيه يكون ضيقا، يعني الإنسان لا يحاول أن يجرب ويوسع بحيث يدوس على الشوك، وغالبا تكون أرجلهم حافية، يعني قل ما كان منهم من يلبس برجله شيئا. فالطرق الشديد بالأقدام على الشوك بحيث يموت الشوك في تلك المنطقة، الآن نلاحظه في بعض الحدائق للأسف الشديد، الناس تحاول أن تختصر الطريق فتمشي في داخل الحديقة حتى يكون مسيرها بشكل مستقيم ولا تدور مع الرصيف، فيظهر أثر على الزرع، يعني نشوف الزرع على الجانبين موجود وهناك مكان على قدر مشي الإنسان، هذا يكون ضيقا لأن الإنسان لما يرى هذا الشيء يحاول أن يمشي فوقه لا يبتكر طريقا جديدا أو شيئا جديدا. هذا طبعا يعني المشي على الحدائق يعني لا يجوز في الحقيقة لأنه فيه إضرار بشيء عام بمصلحة عامة، هذا غير. فالطريق عند العربي قديما في أرض الشوك يكون ضيق، فلما يقول في القرآن الكريم هنا في الآية الثانية ولا ليهديهم طريقا، معنى ذلك ما يرشدهم حتى إلى أضيق الأماكن التي يمكن أن يسلكوها باتجاه الإيمان وباتجاه الصلاة، لا يهديهم طريقة. وأما السبيل فيقولون هو من الإسبال، عندنا يقول أسبل الإزار، هذا الذي نهي عنه إذا كان للتكبر، ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري، قال يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترسل إلا أن أتعاهد ذلك منه، قال إنك لا تفعل ذلك خيلاء. الخيلاء هي التكبر، والخيلاء مفعول لأجله، يعني أنت لا يسترسل ثوبك تكبرا، وإنما هو يعني ينزل، إن كان يلفه حول جسمه فينزل فتحاول أن ترفعه، يعني ينزل الثوب فوق أو تحت الكعب القدم، فيقول له إنك لا تفعل ذلك خيلاء، معنى ذلك أن المقصود بالحديث هم الذين يفعلون ذلك خيلاء تكبرا على عباد الله عز وجل بهذه الإطالة. فهذا الإسبال، فالسبيل منه معناه الشيء الممتد، يعني هذا المكان الذي يمشي عليه الناس وهو ممتد، عادة هذا يكون أوسع من الطريق لأن الطريق كما قلنا فيه معنى الطرق بالأقدام، السبيل يكون أوسع ويكون سهلا، يعني ليس فيه هذه المطبات كما يقال أو فيه الشوك أو فيه هذه الأمور، وإنما السبيل هو نوع من الإسبال، حتى يقول أسبل عينيه يعني أرسلهما هكذا، أسبل يديه أرسلهما، لم يعني يضعهما في الموضع الصحيح مثلا على صدره عند الصلاة. فهذا السبيل إذن فيه سهولة وفيه سعة، السبيل ما فرقه عن الطريق، عن الطريق الضيق ما فرقه عن الصراط؟ قال لك الصراط أولا فيه هو لأنه بصيغة فعال، وهذه من صيغ الاشتمال، يعني كأنها تحتضن
من فيها، مثل كلمة رباط، الرباط يحتضن المربوط يعني يدور حوله. فصيغة فعال هي من صيغ الاشتمال، السداد يشتمل على غلق ما يغلقه يسده. فيه معنى السرط، يعني فيه معنى الطول والاستقامة، بحيث أنك تنظر إلى الإنسان وهو يمشي فيه وتراه كأنما هذا الطريق يبتلعه شيئا فشيئا، لأن يبدأ المنظور إليه وهو يمشي في هذا السبيل أو في هذا المكان الممشى الذي يمشى فيه، ويبدأ بأن يكون صغيرا 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 إلى أن يغيب عن، فكأن هذا الممشى قد اصطرطه، ازدرده، ابتلعه، فسمي صراطا. وفيه معنى الاستقامة، الاستقامة المبالغ فيها، يعني في غاية الاستقامة. وأحيانا يوصف الصراط بأنه مستقيم لغرض التأكيد، فيختلف عن السبيل. السبيل فيه سعة، ليس فيه هذا الاشتمال أنه يضم كل من يمشي فيه، معناه صراط أوسع. ولكن السبيل هو لا شك فيه سهولة وفيه سعة بالقياس إلى الطريق. نرجع مرة أخرى، اختيار كلمة السبيل في الآية الأولى واختيار كلمة الطريق في الآية الثانية. السبيل في الآية الأولى يعني أسهل وأوسع، الآية الأولى ضيق. لما ننظر في السياق، من الذين حرموا حتى هذا الطريق الضيق؟ حرموا ذلك الذين بلغ منهم الأمر أن يتوجه ظلمهم وعدوانهم على الآخرين. لاحظ، إن الذين كفروا، هذه صفة يشتركون فيها مع المذكورين في الآية الأولى، هم كفار، لكن وصدوا عن سبيل الله، إذن قاموا بإجراء وبعمل هو الصد عن سبيل الله. وصفهم قال: قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، وقع منهم ظلم، ظلم على رسولهم بتكذيبه، وظلم على أنفسهم بتعريضها للنار، وظلم على هؤلاء الذين صدوهم عن سبيل الله بتعريضهم لسخط الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وأصروا على ذلك، قال: لم يكن الله ليغفر لهم. يعني هذا عهد من الله عز وجل أن هؤلاء غير مغفور لهم، ولا ليهديهم طريقة. يعني جرمهم عظيم، فحتى هذا الطريق الذي المفروض يكون معلوما من بين الشوك، يعني أرض مشوكة لما تنظر فيها ترى الطريق فيها، لكن على ضيقه وعلى لن يدخلهم فيه، لن يبين لهم حتى هذا الطريق، لن يجعلهم يسيرون حتى في هذا الممشى الضيق. الذين في الآية الأولى ضررهم على أنفسهم كان، قال: إن الذين آمنوا، لاحظ هذا التردد الذي حصل عندهم، هم لما آمنوا، معنى آمنوا بعد أن لم يكونوا مؤمنين، فإذا كانوا كفار ثم آمنوا. إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ظلوا أو بقوا مدة في الإيمان، بقي هؤلاء في الإيمان. إن الذين آمنوا ثم، يعني هناك تراخي، ثم كفروا، يعني ذاقوا حلاوة الإيمان ثم كفروا، ثم آمنوا وأمضوا مدة في الكفر ورجعوا إلى الإيمان. إذن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني هؤلاء أضروا بأنفسهم، فلا يتوقعون من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى هذا الطريق الذي هو سهل وفيه سعة، لأنه هذا التردد
بين الإيمان والكفر، إيمان وكفر، وإيمان وكفر، وإيمان وكفر، وازدياد في الكفر. هذا يعني هناك مساحة عريضة في تصرفهم، فناسب هذه المساحة العريضة في التصرف، هذا التردد، لأن فيه مساحة، مرة يؤمن مرة يكفر، مرة يؤمن مرة يكفر، ثم يزداد كفرا، اختار له كلمة السبيل المناسب للسعة. وأما أولئك فاختار لهم الطريق المناسب للضيق. والله سبحانه وتعالى أعلم. في سؤال جاءني الآن على يقول المعذرة دكتور، هل أجبت عن ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق؟ ما أجبنا، لكن إن شاء الله تعالى يعني السؤال هو الإجابة بين يدي. لكن قبله يا أخي الكريم أبو عمار، أظن كان هذا السؤال منك، تكو وتكن، قبله جملة أسئلة وأنا أضعها في الترتيب، هي موجودة بين يدي إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى الإجابة عنها. إذن ما أجبنا عنها حتى الآن. السؤال الثاني من ابنتنا سمر، تقول في سورة الجن قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، ثم قال ومنا القاسطون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ما سر هذا الاختيار؟ يعني لاحظ وأن منا الصالحون، الكلام على لسان الجان الذين سمعوا القرآن الكريم، وأن منا الصالحون، كان يمكن في غير القرآن يقولون ومنا مقابل الصالحين الفاسدين أو المفسدين أو المنافقين أو الظالمين أو أو أو، يعني بما يخطر في البال. ومنا القاسطون، القاسطون أي الظالمون، يعني المتحولون عن العدل، تحولوا عن العدل، هذا معنى القاسط. ومنا القاسطون، من قسط فهو متحول عن العدل، لكن لما يقول أقسط كأنه تحول مرة أخرى من التحول عن العدل إلى العدل، يعني همزة كأنما التحول هذه، فهو مقسط، المقسط العادل، يعني المتحول عن الظلم. القاسط هو الظالم الذي تحول عن العدل، مثل كلمة سقط، كيف يعني شيء يسقط، يعني يتحول عن مكانه، فقسط بقلب الحروف أيضا فيها معنى التحول، لكن تحول عن العدل. هذا كأنه نوع من التعليم، لأن القرآن الكريم لما ينقل لنا الكلام، وذكرنا هذا أكثر من مرة، لا ينقل ترجمة حرفية لعبارات من ينقل عنهم، سواء كانوا من الجن أو من الأمم السابقة، لهم لغتهم، طريقتهم في التعبير، لكن حتى المتلقي من أبناء هذه اللغة ينفعل ويتأثر بهذه العبارات القرآنية ويدرك أنه ليس من عند بشر. وفيه تعليم، هؤلاء يتكلمون عن قومهم، فلما يكون الكلام عن القوم ينبغي أن يكون بعبارة غير مستفزة وغير مثيرة، ولا تحاول أن توغر صدور السامعين، أن لا توغر صدورهم. يعني لما قالوا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني يخطر في بال الإنسان ما يشاء، دون ذلك في الإشارة إلى الصالحين. لو قالوا منا الصالحون ومنا الفاسدون، ممكن توغر صدور السامعين أنه أنتم تعنون نحن فاسدون، لكن دون ذلك أهون العبارة، ففيها نوع من التعليم، يعني الكلام على القوم، مع ما فيها من إيجاز. دون ذلك تشمل أوصافا كثيرة، كما قلنا دون ذلك يعني فاسدون، مفسدون، منافقون، ظالمون، معتدون، قل ما شئت. وكذلك في قولهم ومنا القاسطون،
بعد كلمة منا المسلمون، المسلمون والقاسطون يعني المتحولون عن العدل، المتحولون عن العدل أسهل وأهون من أن يقال المسلمون ومنا الكافرون قل أنت تكفرني ومنا الظالمون تقول، لكن متحول عن العدل. فإذا في العبارتين نوع من مراعاة نفس المقابل حينما يصف الإنسان قومه أو نفسه بالإيمان مع من معه من المؤمنين ويبين حال الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر كان لابنتنا سمر، تقول في سورة المزمل فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. كلمة السماء ممكن أن يشار بها إلى كل ما علاك، كل ما هو فوقك فهو سماء، وممكن أن يراد بها أو يشار بها إلى هذه الطبقة التي نراها في أعيننا فوق النجوم، ننظر إليها الطبقة الزرقاء التي هي يفترض أن تكون هي السماء الأولى، لأن كل النجوم هي تحت السماء الأولى لقوله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فهذه النجوم التي عبر عنها بالقرآن بالمصابيح هي كلها تحت السماء الأولى، أما كم المسافة بين آخر نجم وبين هذه الطبقة لا ندري، لكن هذا الذي عندما ننظر إلى الأعلى نرى شيئا فوقنا فوق النجوم، هذه السماء. لما يراد هذه تكون مؤنثة ويكون جمعها السماوات، لكن إذا أريد مجرد العلو يعني هذا الفضاء الذي فوقك عند ذلك يكون مذكرا السماء، والتذكير عند العرب أقوى من التأنيث. نعم نتلقى اتصالا. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي أخي؟ معك معاذ الإبراهيم. معاذ الإبراهيم حياك الله أخ معاذ. الله يحييك. ذاك الله خير فضلت الشيخ. الله يحفظك. سؤال على آية بس يعني ما أحفظ الآية بالنص. نعم. يقول وهو الذي مد الظلة ولو شئنا لجعلناه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم. بغيت يعني معنى الآية إن شاء الله يا أخي معاذ، هذه إن شاء الله نرجع إليها كاملة ونحدثك عن معناها بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. حياك الله. نعم. فإذا لما قال السماء منفطر به، لأن هو يريد القرآن الكريم ها هنا يريد أن يبين ذلك الهول العظيم ويحذر هؤلاء الكفار أنه كيف تتقون إن كفرتم، كيف تنجون وتتخلصون من ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، يشيب له الولدان لهوله. فناسب هذا الهول أن يتحدث عن العلو بالتذكير أن كل هذا الذي فوقك سيتمزق، وأنت ظن بذلك أو تخيل وتصور هذا الذي فوقك سيتمزق، يعني الكواكب التي فوقك تتمزق، النجوم، بدءا من السقف الذي فوق رأسك لأن كله سماء. السماء منفطر به يعني هذا الانفطار الذي هو انشقاق وتمزق وتناثر يشمل كل هذا الذي فوقك. فالعرب يدرك ذلك أن هذا العلو سيكون مصيره التمزق والتشتت بالتذكير. ما قال السماء منفطرة يعني يقول لك كأنما هذه الصورة الزرقاء ستكون قسمين، لا، وإنما هذا العلو منفطر لأنه في يوم يجعل الولدان شيبا. سؤالها الأخير سمر حقيقة تقول في مثل قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الصور معلوم يقول لك معناه مثل البوق الذي ينفخ فيه،
ونفخ في الصور. تقول هل قرئ الصور بضم الصاد وفتح الواو؟ نقول أما في القراءات العشر فما قرئ الصور ونفخ في الصور، ما وردت في القراءات العشر، لكن قرأ بها الحسن البصري. والحسن البصري من كنيته، من يعني من لقبه، أنه منسوب إلى البصرة، والبصرة كان فيها أبو عمرو، وأبو عمرو أحد القراء السبعة. الفرق بين الحسن البصري وأبي عمرو، الفرق بين ابن كثير وابن محيصن، ابن كثير وابن محيصن في مكة، أن الأولين يعني ابن كثير وأبو عمرو وغير كانوا يقرؤون بما تقرأ به الأمة، يعني كل أهل البصرة كانوا يقرؤون بما كان يقرأ به أبو عمرو، يعني أبو عمرو ليس هو الذي فرض القراءة على أهل البصرة، لا، وإنما هو كان يسمع أهل البصرة هكذا يقرؤون وهو تلقاها بالسند، فصار يقرأ بقراءة قومه. الحسن البصري وغيره ممن يعني دخلوا ضمن الشاذ كانوا يقرؤون بما يستمعون إليه من بعض أفراد القبائل الأخرى، هم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قرروا أن القراءة سنة متبعة تؤخذ من الأمة عن الأمة، وليس من فرد عن فرد أو مجموعة صغيرة عن مجموعة صغيرة، يعني القرآن لا يؤخذ إلا بقراءة الأمة، أمة عن أمة. يعني الآن نحن نقول وأهل المغرب يقرؤون كذا، قراءة نافع، يعني ملايين المغاربة والجزائريين والتونسيين إلى آخره يقرؤون هكذا بورش عن نافع، فهذه قراءة أمة. نحن نقرأ بقراءة عاصم برواية حفص، قراءة أمة من أندونيسيا وماليزيا والباكستان والبلاد العربية الأخرى غير ما ذكرت، كلهم يقرؤون هكذا، فتنقل من الأمة عن الأمة، القرآن لا يؤخذ بقراءة أعداد قليلة. فابن محيصن مثل في مكة كان لما يأتي بعض الأعراب ويسمعهم يقرؤون ويقولون هذا آباؤنا أخبرونا أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحاول أن يقرأ بقراءتهم، ما أخذت قراءته، ولذلك جعلت في الشاذ، يعني لعلو قدر هؤلاء الناس خصصت قراءتهم، سجلت، لكن قالوا شاذة، اللي منهم الحسن البصري ومنهم ابن محيصن في مكة. فإذا الحسن البصري قرأ هكذا لكن قراءته شاذة، يعني لا يجوز أن يقرأ بها، لكن لا ترد، ما نرده ونقول هذا غلط، لا، نقول هذا قرأ به عن بعض العرب مع أنه أخذها بسند أيضا، لكن لم تكن الأمة تقرأ بها. اتصال. نعم نعم، معك من معي أخي؟ أمجد أبو هيثم. حياك الله يا أخي أمجد أبو هيثم، الله يبارك فيك. عندي سؤال، في آية في سورة الأنعام آية تقريبا 125 قول نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، وتكملت الآية، بداية الآية يعني الله يقول يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ما حرم نعم، يعني نحن نستقبل شيء قد حرمه الله علينا، ولكن نعم بعد مباشرة شيء مأمورين بفعله، يعني ألا نعم تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا، فأريد يعني تفسير. نعم إن شاء الله تعالى، إذا في شيء ثاني ممكن بس. نعم، انطرحت فكرة إقامة أو إنشاء قناة للغة العربية عبر قناة الشارقة، يعني من مجموعة أبناء فلسطين. نعم، هذا فأرجو يعني أنه تشجيع أو حملة أو شيء بالفعل إقامة هذه القناة للغة العربية حتى نستمتع بجمال اللغة العربية.
والله يا أخي أبا هيثم، حقيقة يعني خدمة اللغة العربية هي خدمة لهذا الدين، ويعني الأمم الأخرى تحرص على نشر لغتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح. نحن عندنا في كما تعلم في الشارقة جمعية حماية اللغة العربية، نعم نعم، ويعني تمشي على استحياء لقلة المتفرغين فيها حقيقة، يعني ليس هناك متفرغون يشتغلون بها، لكن هي ماضية إن شاء الله تعالى. وأما مشروع فتح قناة خاصة للغة العربية فهذا مشروع مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور لتنفيذه. وفيما يتعلق بالآية إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فإذا الحسن البصري قرأ لكن قراءته شاذة لا يجوز أن يقرأ بها على جلالة قدره، هو قرأ الصور وقال هو يعني قال جمع صورة والمراد صور الخلائق، يعني ينفخ في صورهم كأنما ترجع صورهم كما كانت، لأن قلنا يعني هذه القراءة تسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن مشكلتها أنها ما كانت تقرأ بها الأمة، وما لم تقرأ به الأمة لا يجوز أن يقرأ به. أما إذا كان نقل الأمة عن الأمة فهو الذي يقرأ به. قبل أن آتي إلى سؤال أخينا محمد الكمالي الذي كان يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أحب أن يعني بشكل سريع أجيب عن بعض ما طرحه الإخوة. أخونا أبو عبد العزيز من عجمان، الفاصلة في القرآن الكريم لا تراد لذاتها لكن موجودة الفواصل، يعني أحيانا تجد آيات كاملة تنتهي بالدال مثلا، أحيانا يكون دال وجيم قريب منها، أحيانا بالنون بهذا المد، فلكن لا تقصد لذاتها يعني من أجل الفاصلة، مثل ولله المثل الأعلى، مثل الشاعر يتقصد أن يأتي بهذا حرف الروي في الآخر، لا، وإنما يكون هناك نوع من الانسجام بين الفاصلة والمعنى المراد، يعني ليس القصد هو قصد لنقل قصد فني كما يقال، لا، وإنما هو قصد معنوي، بدليل أنه في بعض الأماكن يضحى بالفاصلة من أجل الحرص على المعنى، ونحن نذكر هذا حقيقة يعني في سورة الأحزاب، لما تجد السورة تقريبا أو ليس تقريبا تجد السورة كلها تنتهي بالإطلاق بحرف الإطلاق، يعني قال يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هكذا، وإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل بهذا الشكل. لكن نجد الآية الرابعة، يعني إذا لم تخني الذاكرة، الآية الرابعة تقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ما قال وهو يهدي السبيل، وممكن لأنه أيضا منصوب، لما تدرس الآية هذه نجد أنه عدم الإطلاق مراد، بينما هناك الإطلاق كان مرادا هناك، لأن في موطن الصريخ يصرخ هؤلاء في النار فيقولون فأضلون السبيل، ما قال أضلون السبيل، يعني امتداد لأصواتهم هنا، لأن الأمر يحتاج إلى استقرار، والله يهدي السبيل، سبيل الله سبحانه وتعالى مستقر ثابت لا يتزعزع، لا يهتز، لا يهتز بمن فوقه، لا يرتجف، فحتى يكون الوقف عليه بالسكون. ف
ضحية بالفاصلة، ما قال السبيلة عند الوقف، قال السبيل مع أنه يمكن أن يقال السبيلة. والكلام في الفاصلة حقيقة يطول، لكن أريد أن يقر في الأذهان أنها ليست مقصودة لذاتها بدليل التضحية بها من أجل المعنى، وإنما هناك تناسب بين المعنى والفاصلة. هذا المختصر في هذه الكلمة. أخي معاذ، لابد أن أرجع إلى الآية كاملة حتى نرى معناها أو تفسيرها كاملا إن شاء الله تعالى. وإن كان ظاهر معناها بين أنه يعني حركة الشمس هي التي تؤدي إلى هذا اختلاف الظل صغرا وكبرا، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يتنبه الإنسان أن هذا الأمر لا يفعله هو، وإنما هذا الكون له من يدبره، له من يسوسه، له من يوجهه. فنوع من التذكير كالتذكير بطلوع الشمس، بطلوع القمر، بغروب الشمس، بهذه الكواكب، بالنظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ أبو هيثم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هو صحيح الكلمة هي أتلوا ما حرم ربكم، لكن مفهوم لما يقول ما حرم يعني وما حلل، لأن عندنا التحريم والتحليل، الممنوع والممدوح، ما ينبغي أن تفعله. ففي هذه الآيات ما هو حرام عليك فعله وما هو مفروض عليك أن تفعله، الذي هو عكس الحرام، الذي هو الحلال أو فوق الحلال، ما ينبغي أن تفعله. لأن الحذف في لغة العرب وارد حقيقة، يعني العرب تحذف أحيانا للفهم، بل في بعض الأحيان إذا كان الكلام واضحا مفهوما يقولون ذكره شاذ، لما قال لك العز إن مولاك عزة وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. قالوا كلمة كائن هنا ما كان ينبغي أن تذكر، لأنه الظرف والجار والمجرور يتعلقان بكون عام واجب الحذف في لغة العرب، فلما جاء هذا العربي وذكره قالوا هذا شاذ. لما يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون ماذا؟ يسقون الزرع؟ لا. من أين علمنا أنه يسقون المواشي؟ قال ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان ماذا؟ تذودان الماشية. ففيها حذف. لما يقول رب العالمين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني ما حرمه وما دعاكم إلى الأخذ به، لأن العربي يفهم المعنى. لما يقول له بالوالدين إحسانا، يعني وحرام عليك أن تحسن إلى الوالدين؟ لا، واضح. فلهذا الوضوح اكتفي بكلمة التحريم لأهميتها، يعني العناية بها مهمة، ثم في داخل ذلك ذكرت هذه الوصايا، وأحسب أنها تكون 10 وصايا. قد أعود إليها إن شاء الله بشكل تفصيلي في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أعود إلى أخي محمد وسؤاله، أظن من أسبوعين أو أكثر كان، وأرجو أن يكون معنا حقيقة، لأنه أحيانا الأسئلة تتكاثر ونتأخر في الإجابة عنها للاهتمام. نلاحظ الآية الكريمة، هي في سورة النور في الآية 33، يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هناك كلام على سبب النزول عن بعض العلماء وذكروا يعني هو في صحيح مسلم عندنا أبو داود وأيضا في أكثر من موضع يذكرون اسم رجل وهو رأس النفاق أنه كان يشغل بعض لأن قلنا المقصود بالفتاة هنا ليست بنت الرجل وإنما الفتاة هنا الأمة المملوكة العبدة التي تشترى من السوق كانت فيقولون هذا كان يعني يشتري الإماء ثم يقدمهن إما للأضياف للزنا أو يبعثهن ليشتغلن بالزنا يرفعن رايات حمراء وحتى يكسب من ورائهن مالا. هذا الأمر فيه يعني هو ورد في الحديث أنه الذي أخرجه الإمام مسلم ممكن يكون هذا وقع لكن سياق الآية الكلام العام لها نجد أنها في موضوع التزويج في موضوع الزواج. طبعا هو هذا إن كان فعله كما ورد في الحديث يعني هو فرد واحد أو أكثر من شخص من الأفراد من المنافقين يبدو أن وقتنا قد انتهى. طيب هذا الموضوع إن شاء الله تعالى أعود إليه مرة أخرى لعلها للمرة الثالثة لأن المرة الماضية بدأنا به أيضا في بدء الإجابة المباشرة وأرجعناه لكن يكون هو أول موضوع نتكلم فيه إن شاء الله تعالى إذا بقينا من أهل الدنيا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم وعلى مشاركتكم. الشكر موصول أيضا لأحبابنا في الإذاعة الذين يتولون إدارة هذا البرنامج من الأجهزة الرئيسة سلطان الشريف ومن تنفيذ الإرسال أحمد نور ومن المكتبة الصوتية يوسف محمد ومن الإخراج محمد سالم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.